جفا مجنون بحب الذات متاهات متاهات وين انعدم حس الندم جرح الألم في بسمة الوجع الحب حنان وناس وجوه ألوان وناس للإنسان دوامة في الحياة متاهات متاهات ظلام سواد الليل قوم يا ويل واحزن المواويل يا حلم الكلمات متاهات مصير الحب يعيش في حيرة لحظة طيش والدنيا ما تسويش يا معاد حنان بكاد متاهات متاهات ومصير الحب يعيش في حيرة لحظة طيش والدنيا ما تسويش تمعت حناني بكات متاهات متاهات ناس للحب حنان وناس وجوه الوان وناس للإنسان دوامة في الحياة متاهات متاهات لو كان يسمعوا فريال وباباك يديروا حاله. نقول لك يما شوفي خليها تريح خطبيها لي رانا كيف كيف تي ماك ماتت وانا بابا واش معنى بالش هاد الهضره ما نقولوهاش هنايا تلاقوا في صامو تاع الكومبلكس نجي شكيتو شابه بزاف لمن هادي اللي كبتي ايمان هذيك ما نحبش نزيد نشوفها هنا فهمتي كي تكمل خدمتك المهمله داك الوقت تكلم لي على الكونترا شوفي جمع لي فاكس اللي يجيو من ليترونجي تجيبيهم لي تفهمت مع منيره نبت معاها اليوم باش نقراو كيف كيف واش مهضر معاك واحد في الدار واش ما سمعتي كلام زعفك يا مراي هديك ربي راني مريض ما راكيش تشوفي كيف تحبيني نخدم هكذا وين قولوا لي ما بلاصها هيا وري لي حوايج تاعينا هايدك جبتي لي كامل صوالحي ما نسيتيش تصاور يما لا جبتهم لك مزيه
السلام عليكم. الأستاذ حليم أستاذكم الجديد في مادة الأسرة، أتمنى أن نقضي مع بعض الأشهر القليلة الباقية في هذا الموسم ونقضيها بنجاح، هذا ما أتمناه لكم، وأتمنى أن أوفق في مهمتي معكم. بين علي باللي مليح، مهم تاني نعمل. نعطي لمحة قصيرة مختصرة حول مسألة الأسرة في المجتمع الجزائري، وبالأخص الجانب التاريخي منه. ففي الماضي القريب كانت الأسرة الجزائرية لا تتكون فقط مثل ما نحن الآن نراه من أب وأم وأطفال، ولكن كانت أكبر من ذلك، حيث كان الجد والجدة والعم والعمة وكثير من الأفراد اللي يشكلوا هذه الأسرة، والأطفال ينشؤوا في داخل هذا المحيط ويتلقوا كثير من الرعاية وكثير من الاهتمام، بعكس ما نراه الآن. ففيه تخلي كبير على الأطفال. رايحه جايه وجعتي لي راسي. باسكو ما على بالكش في من راهي تسنى، غير خليها. في من تسنى؟ وشكون مسود السعر دادا اللي راح يجا؟ مسود السعر اللي تجيني انا مسود السعر؟ صح، اش هو عليها المهبوله؟ انا نضحك معاك برك، نقول لك حاجه غير لك اضحكي، لا يجي يلقى زعفانه ويولي مسود السعر تاع الصح. اضحكي اضحكي تدافيش بركة، شوفي مكياجك كيف ما راح يفسد. ما فسد مكياجي ما والو، راني شابة الله يبارك ويبعد عليا العين. ان شاء الله 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 ان شاء الله. مهبولة تاع الصحة يا يما. يا يما وجدت المصيبة اللي جاتني. يا يما راح توخد فيك. يا ربي وش فيه يا ربي؟ يا ربي استغفر الله. يا ربي يا ربي عليها، يا ربي عليها. قولي لي دكتور كيفاش راهي حالته؟ يعني مدام ما نكذبش عليك، حالته راهي خطيرة، احنا رانا درنا له عمليتين جراحيتين. ما تبكيش مدام، شوفي ربي ان شاء الله ما يكون غير الخير، ما تقلقيش روحك وفي ضمانتنا احنا هنا ان شاء الله يا ربي. ربي ان شاء الله يا ربي. يا ربي واش في هذا بك؟ شوفي مدام درك لازم تخرجي باسكو نخليو المريض يرتاح. تفضلي مدام. صحة صحة بنتي، انا خارجة. في لامة انا خارجة، ما يكون غير الخير مدام. في لامة. شبك عيني، خليني نتأمل في عينيك. هذا الفرصة استنيتها بزاف، متحرمينش منها. شو معنى هذه الهدرة؟ شو معنى ده؟ انت على بالك وانا على بالي، ما تقوليش باللي هدر على باليش. يهدر فيس، أنا خايف نقولها وما تلقاش بلاصة في قلبك. قلبي راه مفتوح لك، اهدر برك اهدر. شوية عليا منى، انا نحبك، درت المستحيل من اجلك، المشاكل اللي درتهم الايمان على خاطر عينيك. اش بك سكتي؟ ما عباليش فيصل لو قدامي يحبني. عباك شحال عندي من السلف هاد النهار. الحمد لله الحمد لله.
نفس الإحساس اللي كتحسي به اللي ترى نحس به. إيه بصح كاين شرط، هاد العلاقة تبقى بيني وبينك سري. غير ماما سيرتو ماماك قلت لك سر حتى تلقى خدمة. ما تزعفينيش. ما تزعفش عليا، كلش كلش وزعفك. أوي وش بيك؟ معليش معليش أهدر فيصل، راني هنا أهدر. معليش قلت لك صحيح. وش كاين؟ سيد الدراهم باش أخلص. معليش هذا ما كان خلعتني. أنا خلعت مشيتي. خلصوا الباقي يا معلم. علاه دخلني في الباقي؟ مساء الخير. بابا هنا؟ نعم راه في المكتب ديالو. أنيس الريال. صحة يا فريال يا بنت عبد الرحمن، نهضر معاك رميتني في ثقيل. معليش دوك نوريلكم واش ندير فيكم، دورك تشوفوا الدنيا. مرحبا بك. مانيش حابة نعطلك على خدمتك بصح لازم نهضر معاك. قريب نكمل. نحتاجك في موضوع مهم. سكو تي فو ما في باباك راه هنا. لازم نلقاو خدمة الإيمان. علاش ما تجيبيهاش تعيش معنا؟ نعتبرها كي بنتي. ما حبتش كيما درت معاها قالت لي لا لا، قالت لي ما نحبش نكون ثقيلة عليكم. فحلو ما عندها الزهر. بصح لو كانت تخدم راهي تضيع دروسها. عندك الحق بصح واش راح ندير معاها؟ جيبيها معاك غدوة ونشوفو، لازم نعاونوها مهما كان الحال. ربي عايش بابا، ربي يخليك ربي يخليك. مالا نروح للدار. بسلامة العشية ان شاء الله. تخي بيان. تليفونه ما تقدريش تسقسي على خوك اللي من الصباح وقعد وحده. وعلاش انت وين كنتي؟ انا وين كنت؟ انا اللي كنت في السبيطار. سبيطار غير الخير. حمك عمار دار اكسيدون وبعد بعيد الشر واش هاد الهضره؟ على بالك كان يموت شكون راح يلبسك؟ شكون راح يوكلك؟ شكون راح يصبطك؟ راهو في حاله خطيره. ايه راهو في حاله خطيره. ما راهوش في حاله خطيره، انا واش دخلني؟ ربي يجيب له شفاء. ايه تمشي وا انت واش غدير لهنا؟ خف طفي التلفزيون قبل بيتك. خف زيد لي همك تا تانيت. فيصل يحبني الحمد لله يا ربي. شحال عندي وانا نسنى في هذا النهار. استنيت العم عمار شويه والله غير بيان. يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما على باليش على بصح قلبي راه مقبوض. بابا خليته مريض، راني خايفه عليه.
خايفه عليه بعد ما حاوزك من الدار. كمشي لا سيتي راه كيف الزنق. قولك حاجه، انساي نسايب لي عندك باباك وعيشي حياتك. الا تقولي لها هكا سونيا، مهما كان هذاك باباها اللي رباها. صح منيره، ما كانش هكا قبل ما يتزوج، كان تمثيلو عينيه وما تجيش فيا انا. على الاقل ما يحوزكش من الدار، ما تنساش بلي راكي امراه، ما كاينش راجل ما يتخافش عليه. ايه المصيبه تاني اللي داروها لي هبلاتو. وانتي حكيتي مع المشكل اللي داروه لك؟ على انا فهمت. تصوري عند فيصل، تصور فيصل في كتاباتي براوات ما على بالي شكون اللي كتبهم. هادو عباد ولا شواطن؟ كيف هادشي كل صرا؟ هم دبروها مليح. انا خايفه عليه. غدوة عيطيلو في التليفون وطمني عليه. وصار يقولوا لي انا غدوة انا نعيط ونجي نقول لك واش كاين. صاي خلاص كلمي من بالك. اوكي هيا نساي من راسك خلاص. ايه نحي من بالك سي توبري. خلاص اوبري. عليك ولا اهدر الصح واش كاين؟ لا صافا با. علاش؟ كي على بالك اني بعيد على الدار و... تقدر تروح للدار، امي عمارة في السبيطار دحشتو طوموبيل. اي من على سيمانه ويخرج ونعاود نفس المشكل. لا لا فيصل علاش راك تقول هكا؟ عمي عمار راهو في حاله خطيره، جوبونس با يخرج هاد الايامات. ها مالي ضربه صحيحه هادي ولا غير صحيحه؟ خليهم تهناو منو شويه. ايه وي صح كاين نوت بروبليم. خير كي على بالك اني من دار جداتي للوطيل المصاريف مول الوطيل ديجا بلوس دو سا راه يسالني. واش هو يسالك؟ ما نجي نقول لك والو، اني مانيش نشكي لك. انا ثاني نسقسي فيك شحال راه يسالك؟ يسالني 200000 برك. لا حبتي ما قلتكش اعطيني، يعني انا كنت نفرغ قلبي وانت كتقول لي هكذا. فهمك حاجه استنى فيصل، ما كاش فرق بيني وبينك. شوف انا نمد لك هادو يا سيدي نسلفهم لك. هاك هاك ان شاء الله يا ربي كيف رجع لك الخدمه رجعهم لي. ميرسي بوكو. ربي يخليك ليا ان شاء الله. ويخليك ليا ان شاء الله. بون انا لازم نروح، ماما يتسنى فيا ياك. ديجا؟ اه وي راح الحال، تهلا في روحك. كي ما رحتيش انا توحشت كاع غير. ميرسي. طيب. ايمان خلاص بركي ندخل. ما كان والو. اني خايفه على بابا. ما تخافيش ان شاء الله ما يكون غير الخير. خليته مريض وكل ما تعيط منيرة تقولها ما كاشو. هذيك مرت باباك لبلا بلي انت اللي راكي تسقسي عليها، على هذيك تقولهم بلي ما كانش. ما تخافش من ربي، سبقي الخير ايمان وتهلاي في روحك. لبالك بلي لي زيكزام راهم قراب، ربي يكون معاك. إيمان هذا المصروف بعثوا لك عمك عبد الرحمن وقال لك راكي كيما بنتي اللي تحتاجيها راني هنا. كتر خيركم، ما على باليش واش نقول قدام حنان باباك. احكمي بصوتي ولو كان صرا لي ليا حاجه ما توقفش معايا. بعد شر عليك ان شاء الله ما تشوفي محنا. احكمي انت اختي، ما على باليش بلا بيك وبلا عمي عبد الرحمن واش ندير. تنضيع ما زيديش تعاودي هاد الهضرة، هذا واجب علينا. واش كاين جديد؟ دايما كاين جديد معاك. مالا نعرضك لا شي نتعشى كيف كيف داكوغ؟ لا شي نزود لك ان شاء الله. تشاو.
بالك لا بروميير فوا تاعي نجي من البنك ها يا اخي على بالك الحاله كيفاه هاكي جيت ان شاء الله ما تخرجش من بلا صباح لاباس كيف حالك؟ دائما كيف شنو هذا؟ ما تقلبي ما تحوسي علينا ما تليفوني يا اخي على بالك ما عنديش نيميرو التليفون تاعك على بالي تحبي نعطيه لك؟ ايه سمحي لي نكتبه لك في ورقه برك معليش أني نستنى وشنو؟ تحيطي لي؟ إيه راح نعيط لك صح بقى على خير خير يا دكتور مدام كيف راه اليوم شوفي اليوم راه مليح بصح مدام معدى مرحله الخطر الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله نطلبوا له الشفاء هذا ما كان ان شاء الله بصح حاب نسقسيك على حاجه شكون ايمان 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 بنته علاه باسكو ملي فاق من البنج وهو يسقسي غير عليها باسكو نقدر نجيبوها له يا حسره الله يرحمك يا ايمان قد عامين باللي ماتت ربي يرحمها شوفي لازم نخليوه يرتاح ما تطوليش معاه صح صح ايمان والله الا نسيتها فيك وانت تنسيك نسيك فيها انا ما جيت نخرجها من الدار بالسيف والله العظيم ما ترجع للدار